احنا نوتر ما يوترونا يعني. مباراة الدوري انا بالنسبة لي اكيد بتكون صعبة على الفريقين، اذا الله كاتب انه ناخذ بطولة الدوري راح ناخذها. انت واضح باقي خطوتين. الحين هي الوقت ان المباريات ما تنقسم على اثنين، خصوصا هذه المباراة لان اثنينهم يبون يكونون بالتوجين المنام والمحرك، الصراع بينهم على مصراعيه. بس قبل ندش في التفاصيل نبي نعرف شنو مباراة المحرك اللي طافت صار واللي خلى الفريق في هالحال. في ذي المباراة المدرب أخيرا أشرك راشد الحوطي، لكن على حساب مين؟ على حساب عبدالله الخلاصي. طبعا في بالي وايد أشياء، منها ليش الحوطي ما يلعب؟ ليش المحرك ما أشرك الخلاصي؟ هل راشد يلعب عشان التجديد؟ والله إذا انتهت انتهت، اللاعب يمحرك أدل عليه كف ووفى، أما أن في زعل ما في زعل هذه العلم عند الله، ولكن قناعة مدرب قاعد يجهزها حق المباريات الجاية. صعب تلعب بالخلاصي، أربع مباريات باقي في الدوري، مبارتين في العربية، خوف إصابات، خوف انذارات، فاللي قاعد يستوي شيء صحيح، تريح الخلاصي شوية وتجهز الحوطي. أما باقي الموضوع فهاي بين اللاعب والمدرب والإدارة. لا محرك ما تراضي فلان ولا زين ولا عبيد، محرك اللي يثبت أني تروالي هاي المدرب البياوي ما عنده مجاملات، ما عنده فلان يلعب فلان، بياوي يقول لك أنا اللاعب الزين واحس انه يعطيني في التمرين ألاعبه، هاي واحدة. الشيء الثاني يرضون الحوطي على اساس الحوطي انت عندك اصابة، الحوطي يعني متوقف فترة طويلة يعني، بعدين الحوطي يعني اصابته مو بسيطة يعني، ونتمنى له ان شاء الله الله يشفيه ويعافيه، لكن المدرب هو يشوف شيء احنا ما نشوفه. والمحرك مع الحوطي كان زين وقدر يوصلون حق اللي يبون. هدف أول الآن، هدف أول. وفي بداية الشوط الثاني بدأت تتأكد عندي الملامح. احنا نقول بعد تبديلات الحوطي غلط، لكن المدرب يشوف شيء احنا ما نشوفه، المدرب يشوف شيء احنا ما نشوفه يعني، فقرارات مدرب ما تقدر تتدخل فيها. الشرقي قدر يحقق ركلة الجزاء ويوصل منها حق نقطة في المباراة. هنا الآن العودة في الدقيقة 67 والمحرق ينافس على اللقب ولازم يحقق جميع النقاط. بس يبقى السؤال شلون؟ السعديون ولا من البلياوي، أهلا بشينا محرق يرجع يعني أسوني. تسلل يعني في وقت، في الحين دقيقة 70 ان شاء الله في وقت. بنفس الوقت في جول حق المحرك صحيح، نواف شاهين ما رفع الراية على من صح،
صحيح انت غلط من الحكم عين. ما لوم اللاعبين وليني، نلوم الحكام والمسؤولين. الحكام مفروضين حط فار عشان ما ينظلم احد. الدوري محتاج هذا الشيء. كل البلدان عندهم فار ينصف اللاعبين والنوادي كامله. اذا احنا ما طلع حق ابو هالفار الكل ينظلم صراحه. اقول لك الشرقي في الوضع اللي هو فيه يحتاج الفوز، مو بس نقطه وخلاص. على جهة اليمنى الرفاع الشرقي، هل يقربون الطاولة؟ الله الليوث الشرقاوية يلعبون على كيفهم، على كيفهم، وكيف كيف كيف كيفهم بهذا الهدف، بهذا الهدف يا سالم الدوسري. سالم الدوسري الآن يسجل هدفا قاتلا، لكن قلبه محرق. النابض ما استسلم وقدر يعطي الانعاش للذيب. على العودة في اللحظات الأخيرة والكرة العرضية، الله الله. ايش سويت يا محرق؟ ايش سويت؟ ايش سويت يا محرق؟ ايش سويت؟ الله على رأسية المعلم في ليلة المعلم في ليلة وليد الحيام. الله على هذه الرأسية. وطبعا هاي كان حال مباراة المحرك والمنامة. أكيد تبون تعرفون شنو صار فيه. شفنا ضياع فرص بطريقة مو طبيعية. هاي فرصة وبعد فرصة، خطرة، جول جول، الله 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 عليك يا مهدي. وبعد فرصتين ممكن هذه خطر في الجول، الله يا مهدي، خطر جول، الله 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 الله. متخيلين كمية الفرص اللي ضاعت على المناميين؟ طبعا نفسهم تعرفون ان الفريق في مبارياتهم المؤجله المنامة فوز والمحرق طلعوا متعادلين. فارد واكرر ان هالمباراه 100% الفريق هم متوترين. توتر يقولي متوتر. انا ما اعرف. شوف احب الاعلامي اللي يبي يطلع من بوزك الكلام. لا انا مو متوتر. اليوم غياب احمد عمار شلون؟ انا شو صراحه خد دفاع مالكم اليوم بكامله بكامله. احمد عمار، كوني، مجتبى، يعني خلينا نتكلم. احمد نبيل مو جاهز يوم من اصابه. مجتبى ما لعب مباريات وايد، يمكن ثالث ولا رابع مباراه يلعبها. اوكي داش في كاس الاتحاد بس دوري اقول لك ثالث او رابع مباراه. احمد ميرزا مستوى نازل في اخر فتره. كوني يمكن الوحيد اللي اعول عليه في هاي المباراه. انت اليوم شلون بتلاقي المحرك بهاي الشيء؟ اليوم سامحني على هذه الكلمه، اليوم منامي اعول على 22 لاعب مو بلاعبه ولاعبين. احنا قدرنا نغلب الهلال السوداني في البحرين بالصف الثاني، ومشتبه كان يلعب وكان نجم المباراة. يعني انت اليوم منام عنده صف ثاني، ما نخاف اليوم على اي لاعب انه ما يأدي. كلهم بيأدون وكلهم يعني خاضوا التجارب اللي كانوا فيها، والحمد لله رب العالمين كلهم جاهزين. واحنا المباراة نفس ما قلت لك، هاي المباراة مهمة نفس كل المباراة اللي بنلعبها. هاي مباراة ثلاث نقاط نطوف المرحلة الجاية زين حق تحقيق الدوري ان شاء الله. وافد قلتوا الشباب لعب دفاع والشباب ساوى وسكر وخط طموح النقطه. اليوم الفريقين داشين حق ثلاث نقاط من الاخير. اليوم نهائي اللي بيفوز منها بياخذ البطوله، واذا تعادلتوا في فريق ثالث ينطركم. لا مو اللي بيفوز فيها بياخذ البطوله، اللي بيفوز فيها بيروح مرحله ثانيه. قدامك مباريات، احنا قدام مباريات، محرك قدام مباريات، خالد قدام مباريات. فالمباريات دي بتكون صعبه، ولا مباراه بتكون سهله لنهايه الدوري. لا حد يفكر ان دي المباراه اللي بيخلص منها بيكون بطل. لا لا لا، بتحسب شنو؟ بتحسب ان انت عندك فرصه اقرب حق الدوري، لكن بتحسب ان تاخذ الدوري؟ لا، ما حد ضامن ياخذ الدوري من دي المباراه، لا انا ولا المحرك. بس اللي احنا نقوله شنو؟ هذه المباراه مهمه ثلاث نقاط. هم هاللون قالوا، انتم شنو تقولون؟ مرمور المنامة الخطورة عنوان. وقبل نهاية الشوط الأول المحرق ظهر وبان.
يعني الدوري اللي عندكم لكن انتم ما تبونه. هاي السؤال انا اسالك اياه، انا مو بعارف بعد. فرص قاعده تجينا مو قاعد نستغلها. الدوري يبينا بس لاعبينا ما يبونه. لا ان شاء الله جاي في وقت، في 30 دقيقه في رجال في الملعب باذن الله تنحسم في الملعب. هو من كذي النص عنده مستوى متذبذب من بدايه المباراه، ما نشوف اي يعني تاثير في النص. النص عندنا معدوم، هذا مو راضي يعني، النص مو راضي يوصل الكره حق الهجوم. وبخصوص المدرب هذه انا اقول يعني لا تعليق بياوي، يعني لا تعليق معناته مدرب سيء. ما اقول مدرب سيء، بس ما تدري ايش اللي يصير بين المدرب واللاعبين. لا حتى لو سمعت ما بقول لك. هو الكورة يعني 90 دقيقة وكل شيء ممكن، بس يعني على الهداء يعني هم الهداء ما يبشر الصراحة يعني، والمنامة أحسن يعني، بس ما تدري ايش يصير. الكورة 90 دقيقة يعني يمكن في دقيقة واحدة تخطف الجول. إن شاء الله يعني أتمنى، يعني أكيد أتمنى فريق محرق إنه نفوز هالمباراة إن شاء الله نحقق الدوري وسجلوا المنامة. المحاولة الكثيرة، يا سلام، الله 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 الله، أحمد موسى سجلها وأسكنها في الشباك. هدف أول لمصلحة المنامة، هدف عالمي من أحمد موسى، هدف عالمي من أحمد موسى من خارج منطقة الجزاء، سجلها وأسكنها في الشباك للأسد البنامي. لاحظ تخلصت الكرة، أحمد موسى ما صدق خبر وسجلها، وسجلها قوية قبل أن تصل إلى أرضية الملعب. والمحرقاوية الآن يعترضون، كانوا يطالبون بركلة مرمى، لكن خلاص الكرة في الشباك، الجمهور المنامي يحتفل على طريقته الخاصة. 1-0 من أحمد موسى. صعبوها خلاص، الدوري راح. ما تعبتوا جمهور محرق؟ أكيد تعبنا. فريق إيه 6 سنين يعني، حمدش في السنة السادسة وما في دوري. بالنسبة حق جمهور محرق ذي شيء يعود يعني. في هالقول أنا بلوم الحكم، ومن حقكم تسألون ليش، وأنا بجاوبكم أن الكورة أصلاً ما فيها كورنر، لكن حين الجول انحسب. لا والله بعد لاعبين شوي تعابة يعني، ما يتحمل مسؤولية اللاعبين المدرب. والله ما أدري بالضبط يعني شنو اللي متحمل من بالضبط، ما بس كان الأداء كلش تعبان يعني. محرق يعني حاولوا محرق شوي هجموا في فرص، بس طلعت اكو وايد من الجماهير قاعد يمشون يعني، مو ما بنقول وايد بس معناته ما عندهم ثقه بالفريق. نص ساعه باقي ما عندك ثقه؟ لا مو ثابت، ما عندي ثقه. يا تاخذ البطوله يا ذراكل، يا لا تعتمد على نتائج غيرك. الحين اذا احنا فزنا هالمباراه بنعتمد على نتائج غيرنا، يا الخالديه يخسرون او يتعادلون او يتعثرون باي طريقه، يا المنام يتعثرون من المباريات اللي طافت. ما براجع اداء ما يقنعني ان انا ارجع الملعب. صح ان مشوا عدد من الجمهور، لكن للحين في حضور، وعشانهم الذيب سجل الجول. تعادل للمحرك، التعادل للمحرك فيكتور. البديل في شوط المباراة الثاني يعادل النتيجة فيكتور. الجماهير المحرقاوية كانت تنتظر هذا اللاعب ودخوله إلى أرضية الملعب. قلة التركيز، خطأ ما كان لداعي، مان ماركينج ما كان موجود، يرجعون المباراة كرة القدم انت ما تركز يرجعون. هو الدفاع اليوم شوية أشوفهم بطيئين صايرين، وشوية خايفين بعد، خصوصا على كل هجمة فوق صاير، فأشوفهم قاعدين شوية فيهم خوف شوي وتردد، بس ليه الحين ماسكين، وإن شاء الله يوصلون على هاي الدقائق إن شاء الله. ما علي يخضون المدافع يعطي أولوية حق الواجبات الدفاعية له، مو بالأمور الهجومية. الأمور الهجومية هو يؤدي بكثر ما يقدر، لكن الآن في الأمور الدفاعية كلمة. كم لعبة طافت على دفاعات المحارق يعني سيئين، 2 من قلوب دفاع المنتخب، كم مرة مشتبه اللي طافه ما يطلع. هذا لما هاي سام يقول لك ما تسجل عليه. معلي وليد وأمين مدافعين منتخب، كم كرة طافت عليهم؟ إحنا للشوط الأول مستغلينهم، كنا مخلصين الأمور. أنت بتتكلم بنفس الموضوع عن مشتبه، بتتكلم نفس الشيء. السؤال مو هني، السؤال أن حين الذيب انتفع، في أحد يقدر يوقفه؟ لكن أضاع الفرصة، فرصة مرتدة كانت. وبعد الانتفاضة المنامة يلعب ناقص،
يعني ممكن يستقبل هدف في اي لحظه. يمكن الحكم شوي استعجل في الطرد. ليش استعجل الحكم؟ لو طارد صحيح تركه يضر. ما عليه، في لعبه ثانيه لاعب محرق نفسه ما اخذ فيها اجراء. ايوه في لعبه كانت الشوط الثاني ما اخذ فيها اجراء. الاحداث صارت سريعه والاخطاء فيها كثيره. عبد الله ما احب اتحكي على الحكم، قسما بالله ما احب اتحكي على الحكم، انا فريق محرق. انا اذا بنزل ملعب بخلص باخذ ثلاث نقاط وما احب اتحكي على الحكم. لكن لا الله ولا رسولي يرضى باللي قاعد يصير. لعبه سفيان اتوقع شفتها انت صح؟ بلا انت تسال. اي بلا انت واضح. بلا انت واضح. الله عاد عبد الله عاد. شلون بلا انت واضح؟ يبقى قدام عيننا اللعبه، انا قاعد تحت قدام عيني اللعبه واضحه. طقه من ورا اللاعب. دلي ما تبي انت كذي، ما بنتطور، مستحيل نتطور. انا مزعلان على المباراه، عليهم بالعافيه المناوي حتى لو اخذ الفوز، بس للتحكيم لما تبي انت كذي احنا يعني. وبس انا اقول ترى حتى جمهور المناوي يقول لك الحكام عندنا في البحرين سيئين والله. الا لو حاكم يعطوني صفاره يمكن احسن منهم، والله العظيم احسن منهم. هل يعطوني صفاره ولا اصفار؟ ما عندي مشكله، بقى راكض في الملعب اصفر فاول اصفر اوفسايد. فانت لازم تتحكم، لو بتاخذ قرارك انت بنفسك، عرفت قصدي؟ عشان صارخه ولا عشان هذه صارخ ولا عشان هاي تهاوش حسب فاول حق فرق اللي ضدك. لا انا اقول الصراحه اللعبه ما فيها بلانتي، لان الشد كان اصلا من سفيان. مبروك ولا هارلك عنك يعني لا ذي ولا ذي. يمكن في فترات من المباراه استحقينا نفوز، وفي فترات فيها استحقينا ان احنا نخسر. بالاخر هذا المقسوم، هذا اللي كاتبه ربنا. اذا الله كاتب ان نكون بطل دوري راح نكون، ما حدا مأثر بالنهايه. ما حدا، باقي خطوتين، باقي خطوتين باقي. اذا الله كاتب هالخطوتين اللي وقفت فيهم، اذا الله كاتب انه ناخذ بطوله الدوري راح ناخذها. هذا الجيل، هذول اللاعبين بيستاهلوا بالاخر على المجهود اللي عملوا. بالاخر انا بذكرك بمشهد الموسم الماضي، دشيت لمهدي كان مضيع بلنتي، الدوري كان فاقدينه. اليوم دشيت لهم بإذن الله، هاي النقطة هي اللي بتفرق ويانا بإذن الله. المنامة بهالنقطة متصدرين. لكن المحرق، هل التحكيم هو سبب ضياع الدوري عليهم؟ هذه ضيعوا، انا معاك وانا بعاتبهم هم اول قبل اي شيء ثاني. انا كمشجع حق محرق اعتب على اللاعبين صح، كم لقطه في الشوط الثاني. لكن انت ما يصير يعني هم فرص اللاعبين وهم انت كتحكيم. وايد انا اشوف الصراحه وايد على محرق وايد. لا 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 الله، شوف الله ما شفناه بالعقل، عرفناه من الموسم من القسم الاول مرضانا. لا لو مو ست مباريات ما تعادلت فيهم كان فرق 12 نقطة على المركز الثاني. بديت بالقسم الثاني تميت تعادل. المشكلة بعد أنا أقول لك مو في السعدون ولا في البياوي ولا في اللاعبين. المشكلة في الأساس نفس الإدارة. الإدارة هاي كاملة، هاي اللي قاعد يصير الملعب إذا يتبدل يرجع محرق القبلي. يرجع محرق اللي ما يخاف من أحد، اللي ما يخاف من أحد. اللي ينزل الملعب يخلي الفريق الثاني يخاف من هني الكلام. أتقول لي بالسعدون، السعدون يعطي العافية ما قصر، السعدون قبلي لا سوية. رايته بيضة ما قصر، البياوي هذا هواي. والله ما أعرف أقول لك والله. ست سنين الحين هاي دوشة على السادسة، دوري ناصر بن حمد من تسمى بهذه الاسم أنا ما خذيته. احنا الدوري ضيعناه في المباريات اللي فاتت. مش اليوم، لا، اليوم كان لازم نفوز. بصح المباريات الاثنين اللي فاتت كان لازم علينا نفوز. لكن قدر الله ما شاء فعل، اللاعبين أدوا، سووا كل شيء. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. نقدر نقول لك. ما شوف تقول روح نسبة كبيرة روح بارك الله. يعني شوف حاليا في مبارتين اللي باقي للمنامة والخالدية جيب قوة. منامة اليوم نقطة نقدر نقول لك يعني يقدر يحسم الدوري، لأن احنا باقينا مبارتين الأهلي وباقينا الأحد، يلزم منا معجزة. معجزة تصير ولا ما بتصير؟ والله شوف صعب يصير واحد خلاص بعد. شوف أخو شوف يعني نكونوا صراحة، الخالدية حسابيا لو يفوز ثلاث مباريات ويتعطر المنامة ياخذ الدوري. لازم تتعطر المنامة وتتعطر الخالدية ونفوز مبارتين. لا مش صعب بس انت المعجزة. لا المعجزة اخويا
في كرة القدم تحصل، لأن المنامة عنده مبارتين صعبة. عندك الشرقي يلعب على الهبوط، وعندك الأهلي يبغى ينافس على الموسم الجاي على كاش بطولة ولا يعني آسيا ولا بطولة خارجية. احنا نكمل على هذا النفس على نفس الريتم، وإن شاء الله كون فيكون. الحلو أن جمهور محرق عقلانيين وحاطوا أسباب خسارة الدوري، مو بس التحكيم بل أسباب كثير، لأن فعلا هاي الشيء هو اللي صار. وستريات لفرصة على طبق من ذهب. سترة يبي يفوز، وخلنا نكون صريحين، البدايع وبدون أي تقليل، لو قلنا اسمهم بنقول البدايع بيكسبهم. لكن لازم نرجع ورا جولة ونعرف مباراتهم السابقة شنو صار. سترة كان السباق في زيارة للشباك واستغل نفس الأخطاء وزارة النتيجة. ولأن الحالة على الهبوط ينافس، ما عندهم حل إن في المباراة يرجعون. وضربة الجزاء في آخر الأوقات خلت السترة تفلت من كمين الحالة. ثلاث نقاط في هذه المباراة زائد ثلاث نقاط اليوم إذا حققوها، فسترة يعني لحين ينافسون. والله سترة يعني بداية الدوري ما كنا يعني في المنافسة، ولكن اليوم نسعى لنكون في المنافسة. اليوم احنا حظوظنا قوية، ما هي اللي الفرق الثانية فيصلنا يعني تحسم الأمور. احنا علينا نجهد في الفوز يعني، واحنا ما نستضعف اي فريق نكون معاه. مثلا اليوم مباراتنا ويا البديع فريق ما شاء الله عليه، فريق منظم، فريق قوي، ويتراجع يعني همه أهداف، مو همه يعني همه فوز. يلعب ارتجالي في الملعب، عزيمة عنده، ولكن بعد الظروف اللي حصلت لبداية الدوري هاي اللي شوية. اليوم احنا لازم أي فريق يجينا ما نستصغر منه، بالعكس يعني نلعب وياه بكل يعني باحتراز بأداء فني، وهذا اللي تطمح له الجهاز الفني من الكابتن مرجان. نظريا انت بتواجه البحرين وبتواجه الشباب والفريقين في المتناول المفروض، معناته تحتاج الى مساعده صديق على اساس يهديك الدوري. بالضبط، يعني انت ممكن تاخذ 9 نقاط هالمباراه والمبارتين الجايتين، بس تحتاج تخدمك نتائج الفرق الاخرى على اساس تشوف وين مركزك. لا تنسى ان انت في المواجهات المباشره هي المنام ومحرك افضل، بس مواجهاتك هي الخالديه افضل، ف داشين في حسبة بورمان اسمه يقول. بس خلينا نكون صريحين، يعني الحين سترة في الجولة 20 حاليا في المركز الثاني وغالب 3-0 وأخذ نقاط من المواجهات الكبيرة وأولها محرق، فهل أنت توقعت هاي الشيء يحصل؟ للأمانة لا، احنا يعني في بداية الموسم خلينا نقول كان طموحنا من ما نقول محافظة على انك في مركزك، بس كان من الفرق الوسط، سادس، سابع، خامس بيكون ممتاز. بس مع يعني الرتم اللي صار تصاعدي للفريق، النتائج الأخرى، صار الطموح أكبر. يعني صرنا من التوب فور أو التوب ثري، لا صار ممكن أنت عندك شانس في الدوري. لما بعض النتائج اللي ما خدمتنا نفس مباراة الرفا، مباراة الأهلي اللي تعادلنا، ف يعني الطموح ارتفع، ولكن بعد كرة القدم ما خدمتنا في بعض النتائج. الفرق اللي تنافس على اللقب في هاي الوقت لازم تسجل من البداية. معتصم بالله عند الكرة، معتصم التمريرة والتصويب، جول
جول جول جول جول جول جول جول. الهدف الثاني يأتي في هذه اللحظات لمصلحة بدر بشير ولمصلحة نادي سترة. بكل أمانة البدايع كان يخسر في كثير من المباريات، بس ما كان صيد سهل. اليوم ليش بهالطريقة ظهر؟ في بعض الإصابات، يعني أنا جت في وقت حرج، عندي أفضل لاعبين مصابين، العصفور، عزيز الشيخ، حارس المنتخب عمر ديدا، يعني ثلاثة، وأحمد ضياء لاعب منتخب أولمبي. أربع إصابات عندي في لاعبين كلهم تقريبا دوليين، أي وعندي الإنذارات متراكمة، يعني استلمت الفريق 8 لاعبين عليهم دارين، كل لاعب ياخذ انذار يوقف. فأنت يا الاستعاني إن أنت فريقك نازل وإن عندك إصابات وإن عندك انذارات كثيرة في كل مباراة توقفات. فلو تلاحظ الدكة اليوم 7 فيها شباب، يعني يالسين نقاتل على أن نظهر بشكل جيد. الأمان صعب أنك تبوز بهالنقص الكبير، الفرق داشة. أنت يعني تلعب وسط راي فكر في بطولات الدوري، قبله لعبوا يا المنام مصدر دوري، فأنت على هالنقص وتواجه أقوى الفرق أنت تحاول تظهر بشكل جيد. الأمان غيابات ونقص و و و و وزد عليهم أن سترة بيجيب الثالث. تصويبه خطيره، فرصه هدف ثالث، جول 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 جول. هدف ثالث ياتي بثلاثه نقاط لمصلحه نادي سترة، ثلاثه نقاط يحسم حكايه سترة من الشوط الاول في هذه المباريات. وفي هذه المباراه سجلها مشعل محمد الكره الماضيه بالتقدم، والتصويبه تحولت من الدفاع وبعد ذلك اتت الى المرمى تحول. وقبل الختام نبدأ حاب يبصم في المباراه على هدف. يا سلام يا سلام، الهدف الأول يأتي الآن لمصلحة نادي البديع. الانطلاقة والتصويبة الجميلة جدا في اللقطة الماضية كانت كذلك بدون من. سترة ما زال في المنافسة وحاليا ترتيب الثاني، بس كله على مباراة الخالدية اللي لاقي فيها الكتيبة الحلاوية. ويحتاج أذكركم في مباراة الخالدية اللي طافت شنو صار. الخالدية كان داخل المباراة بضغط وأول مرة تشوفه، والضغط ولد عن انفجار بطريقة رفاعية معتادة. إلى الشباك إلى الشباك، دومينيك يسجلها ويهز الشباك من البداية، يظهرون مبكرا والخالدية الرفاع يمتلكون نجم بكل ما تعني الكلمة. يعود مجددا، هذه المرة من أمين الشناينة، يسجل هدف ولا أروع. صراحة أنا استغرب من هدف يتكرر مرة واثنين وثلاثة وبنفس الطريقة والأسلوب. الثاني للخالدية الذي يضرب بالكرات الثابتة. أنا أشوفها من زاويتين، واحدة إيجابية والثانية سلبية. الإيجابية أن الخالدية عارف نقطة الضعف واشتغل عليها، والسلبية أن الرفاع ليش سمح لهم أن نقطة ضعفهم تبين بهالطريقة. والله إحنا سنتين ما نسجل من كرات ثابتة، يعني اللهم يمكن العام سجلنا، يعني طول الموسم ما سجلنا كرات ثابتة. هذه تركيز اللاعبين، تركيز اللاعبين. إحنا نتساءل نفس الشيء، إحنا بعد كجمهور إحنا نتساءل يعني قد ما نقدر نحاول نوصل ذي الشيء حق من مدرب، من مساعد مدرب، من مدير فريق. حاولنا قد ما قدرنا نوصل ذي المعلومة، نبني عارف شنو الخلل اللي صاير. أكثر الأهداف اللي تدش على الرفاع يمكن بداية الموسم كلها من ركنيات، يمكن حتى المباراة الخالدية في القسم الأول بعد دخل علينا من أتوقع كان من ركنيات لنا. كل الكور عليك قاعد تكرر في الكرات الثابتة، ليش ما تطلع أنت؟ أنا مو قاعد مارة هلا لأمك ولا لا، بس لو جيت حسابتها قبل كريم فردان كنت أقول عنه نفس الشيء أنه هو ما يطلع. أنت حين نفس الشيء مو قاعد تطلع، وخلنا نقول قبل كنت أقول كريم فردان التايمينج ماله مو صح. اليوم انت مو قاعد تطلع، وفي نفس الوقت كرات تتكرر بنفس الطريقه، كرتين ثابتين نفس الطريقه، جول الحد نفس الطريقه، مو كل كوره يطق توصل للخصم الحارس يقدر يطلع عليها. يعني هاي الدفاع يلوم فيها لانه ما طلع، لانه ما طقها. في النهايه هي مسؤوليات، كل واحد يتحمل مسؤوليته. هاي مسؤوليه مين الحين؟ انا ما اشوف، انا كل هدف يدش في 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 اتحمل جزء منه. تتحمل جزء، خلينا نكون صريحين، صح
كل هدف الجزء الأكبر كل هدف في الهدف الأول خصوصا اللي يراقب اللاعب صار له بلوك وطاح في الأرض يعني فهاي بعد خارج عن الإرادة والهدف الثاني زي الهدف الثاني سوء مراقبة سوء مراقبة المشكلة لأن أنت ثلاث أهداف تكرر عليك نفس الشيء محمود هاي مشكلة فريق مو مشكلتي أنا كحارس محمود برأ روحه ولقى اللوم على المدافعين والمشكلة أن كلامه جزء منه صحيح لكن على ذلك الرفوع رجع في المباراة بهدف أحلى وأحلى من خارج المنطقة يا السلام يا السلام يا السلام يا سلام يا سلام على الرفاع وبهدف ولا أروع من علي حسن سعيد سدد الكرة من خارج المنطقة أسكن الكرة في الشباك والرفاع يعود مجددا إلى نتيجة التعادل الرفاع يعود مجددا إلى نتيجة التعادل ومسك الختام كان من لاعب الرفاع السابق وأسست ما ينوصف بكلام الآن عالية إلى الأمام والمحاولة وين خطيرة جول جول مهدي حميدان اصفرت المباراة والورد ومهدي حميدان يكمل على تألقه بصناعة الهدفين هذه المرة يرجح كفة الخالدية بهدف ثاني سامي شوف اللاعبين الكبار يطلعون لك في الوقت الحاسم أعتقد اليوم كانت مباراة حياة أو موت بيّن فيها سامي أنه هو نجم من الطراز العالي وترى الرفاع في المباراة طالب بضربة جزاء كانت نتيجة 1-1 اللعب مطالبة بخطأ في الكرة الماضية من تقدم أكيد واضح لكن هاي ما بترجع لي بترجع للحكام لرأي لجنة الحكام وحتى في مباراة المحرك كان لنا بلنتي لكن ما حطوه يعني بتوقع انه لازم يرجعوا للاشياء هاي ويصححوا هاي الاخطاء واحنا ما عندنا اي شيء لازم اللجنه الحكام هم اللي يقرروا مش احنا يعني اذا شيء واضح قدام عينك قاعد تشوفه اطالع قدام عيني وطالع هني ليش جاي الظلم صاير على الرفاع مو قاعد يتغير بلنتيين اليوم ما نحسب لهم ليش يعني هلنا هي المباراه يبون يعطونهم اياها يعطونهم اياها بس تعطيها على نادي كبير عليك وهاي اللي صار في المباراة وترى حسين عقب المباراة قال يعني نقول لك مباراة الدوري أنا بالنسبة لي وأنا أقول لك الحين من عقب هالفوز إحنا دخلنا المنافسة من أوسع أبواب بالنسبة إيه بالنسبة كبيرة اليوم نسبة كبيرة كبيرة جدا صح بس لازم نعرف أنه صعبة لأنه يلاقي فريق ينافس على الهبوط أكيد يعني اليوم مباراة صعبة مباراة بين بطلين يعني بطل الكأس النسخة الحالية وبطل الكأس النسخة السابقة مباراة صعبة فريق الحالي فريق محترم فريق صعب أكيد بتكون صعبة على الفريقين إحنا نحتاج إن إحنا نكون في المراكز المتقدمة فنحتاج 3 نقاط والخالدية بيكون هو متصدر يأخذ البطولة فهو بعد يحتاج 3 نقاط في المباراة إن شاء الله تكون يعني ذو مستوى عالي بين الفريقين واللي بيقدم في الملعب وبيعطي هو اللي في النهاية بياخذ 3 نقاط صح والحين بنشوف مين فيهم اللي بيأفر بطل كاس الملك داخل بشخصية البطل ممكن جول 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 الخالدية عن طريق سمعة الأهداف عن طريق سمعة الشباك يسجل أول أهداف في المباراة أول أهداف في المباراة في الدقيقة 21 والخالدية بنجومة لو مو في يومه يقدر يخترق أي منظومة هناك أيضا الرفاع والتقدم على الرفاع الشرقي بهدف مقابل لا شيء هنا إسماعيل هنا التقدم الكرة العرضية لا 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 لا, لا. سامي فريوي والثنائية خلدوية في مرمى الحلوية ويا سلام على الخلدية ويا سلام على سامي فريوي هنا التحرك
هنا اسماعيل والكرة العرضية. صح ان الحال خسران، لكن ما يعني انهم على النتيجة متنازلين. جول جول الحالة، والتغليص الفارق، تغليص الفارق من البديل يحيى الفاي في كرة، نعم المتابعة كانت موجودة ويحيى الفاي البديل. انا شفت فرق في الاهداف يبدعون، لكن الحالة رواني فرق فضياع الفرص يتفننون. فرصة الآن عبد العزيز، هنا تسديد، يا اللي ضيعته. عنده استعجال يعني شوي، مستعجل وايد. ثاني شيء يعني الفرصة اللي طلع فيها هو خلاص، انت قول مفتوح لك يعني، بس وجهك وجه الجول، ما يبلش يعني، ما يبلها قوة، يبلها بس سهل الباص يعني، تمرير في الجول يعني. احنا والله احنا الشوط الثاني يعني المفروض يخلصون هالحوالي اليوم. ولا لاعب يضيع، انه قاصد انه يضيع. احنا كلاعبين نبي نسجل، نحاول لما يعني رب العالمين يوفقنا ونسجل. لكن اليوم نفس ما شفت يعني، كان في سوء حظ، كان بعد شويه قله تركيز مني انا، خاصه في الفرصه حطت فيها قوه زياده على الكره. لكن انا اقول الحمد لله. طيب في كره عرضيه خطره، يا على الكرة الأخيرة، يا على محاولة الطيب في كرة فاجأت الجميع، لكن اصطدمت بالقائم. وليد الطيب، وليد الطيب، هنا التقدم، هنا كرة وتسديدة، لكن سهل اللي تشوفه. عدم تركيز اللاعبين على الجول، هاي الصراحة ليش؟ لأن مغلوبين هما ويبون يحاولون بأي شتى الطرق إلى النذير. نقدر نقول الخالدية خدم الحظ وكان ممكن يخسر النقاط. قول هابلك هاي فرق الحالة، مبروك لنا. يمكن نعم الحالة أهدر فرص، لكن إحنا بعد هدرنا فرص، كنا ممكن نطلع الشوط الأول أربعة ولا خمسة أهداف. فهي المباراة يعني لعبت بجزئيات بسيطة، يمكن لو الحالة ما سجل الهدف في آخر الشوط الأول يمكن ما راح يصير هذا التراجع. لكن من الطبيعي يعني إحنا يعني نبحث عن النقاط، ما نبحث عن المستوى في هذه الفترة. ما زلنا نبي نضغط على فريق المنامه لاخر رمق، ونشوف ان شاء الله يكتب لنا ان شاء الله. والخالديه عقب الفوز صار في السباق مع المنامه وستره، والمحرق نسبيا بعيد. والرفاع وين؟ الرفاع رسميا ابتعد عن المنافسه وما يقدر يحقق اللقب. وسلمان صدق هذه اول مره من سوى هالبرنامج، او اول ما هي اول مره من استوى البرنامج. اي حق رفاع في مباراه الدوري قاعد يتنافس وهم بعاد عن المنافسه ومحسوم الامر خلاص. باش نفس ما قلت لك، في النهايه انت اربع سنوات على تلعب على ليفل عالي، محافظ على مستواك، بطولاتك يعني في أربع سنوات نادي رفاع حقق سبع بطولات، فهاي شيء مو بسهل. ممكن الفريق اليوم وصل إلى مرحلة أنه هو يصيد الدروب، قادر أنه في وقفة رئيس النادي شيخ عبد الله ورجالات الموجودين قادرين أنهم يرجعون نادي رفاع مرة ثانية إلى مكان الطبيعي. أنا كنت أبي أعتب، بس لما يفكر كرويا ما الفريق يتربع العرش خمس مواسم على التوالي، لازم في فريق بينزل فترة، بس اللي مو لازم واللي مو لازم يصير أن فريقك ينزل بطريقة مو زين. أنا ممكن أغفر لك تكون الثالث، الثاني، الرابع، مو الخامس. شوف 2018 2019 احنا حققنا الثلاثية، ترى الموسم اللي عقبه خبنا، لكن هالمعلومة معظم الناس قايبة عنهم. 2019 يا علي عاشور يبنى ثلاثية، لكن الموسم اللي عقبه ما أخذنا ولا بطولة، ردينا رجعنا عقب يعني موسم وغبنا موسم. هذا الموسم قبل الموسم اللي أنا متوقع أن نرد للمنافسة ونرد بقوة عالية ناخذ بطولة. إحنا اليوم قاعدين في هاي الثلاث مباريات نحاول أن إحنا نحسن من المركز مال الفريق، يكون في هالثلاث مباريات على الأقل نحاول أن إحنا نجيب التسع نقاط علشان نحسن في مركزنا ونطلع في المراكز المتقدمة. طبعا هذا مو طموح نادي رفاع، دائما نادي رفاع يفكر في التتويج، بس اليوم هاي الدروب اللي صار إن شاء الله في المواسم القادمة أكيد الرفاع بيرجع 100%.
انت اليوم خامس موسم للمحرك ما يحقق الدوري، اصلا من صار الدوري باسم ناصر بن حمد المحرك ما ليش خازين انت دوري ناصر بن حمد، فاكيد مو طبيعي. نادي الرفاع ايضا نادي كبير، مو طبيعي انه اكثر موسمين ما يحقق، فالطبيعي انه نادي كبير يغيب موسم يرد يرجع على طول يعني. فانا متوقع ان الرد الموسم ان شاء الله. الرفاع المحرك والأهلي وحتى الشرقي، جميع الأندية في حال رجعتهم الدوري بيكون له طعم ثاني وشكل ثاني. اليوم الشرقي على أمل الفوز، الفوز ولا شيء آخر. المفروض الشرقي هو اللي يكون مبادر والأخطر، بس اللي صار والله انا ما اسميه محترف هذه صراحه للاسف يعني. ما عنده يعني شيء من الاحتراف يعني للاسف الشديد. ما اشوفه لاعب عادي متواضع. Don't score goal. Okay, this is football. What is this football, Mario? Mario, coach, you see, he's in front of the goal. No, no, no. But okay, he missed. Okay, no problem. This is football. If you miss Messi. طبعا هاي اللاعب قبل تكلمت عنه وقلت انه مستوى مو مستوى الرفاع، وابصم لكم بالعشرة لو اي لاعب مكانه في الرفاع مستحيل يتصرف هاي التصرف. اكيد الكل قال بيكون في ردة فعل. الحين بالروح هذه بالأداء اللي عنده يقدرنا هو يعني ينقذ روحه صراحة يعني. إن شاء الله نقول إن شاء الله يعني بهالروح إنه يقدر على. شنك مود فوق؟ لا على الأقل يعني يصعد من الهبوط يعني، ما يصير في مناطق الهبوط، على الأقل يشارك في الدوري السنة الجاية بدور ممتاز. ترى بكل صراحة الشرقي ما أدى شيء في المباراة، وإذا بقول فرصة يمكن هذه إذا بسميها فرصة. ومطالبة بضربة جزاء. والله هي ترجع قرارات حكم في النهاية، بس أنا من وجهة نظري أنا أشوفها صراحة بلنتي. بس في الإعادة ما كانت بلنتي حقيقة. فيها شك، بس أنا يعني كمشجع شرقاوي أكيد بقول لك فيها بلنتي. لا ما فيها بلنتي، هاي اللي أنا أشوفها. والشرقي واضح إنه رايح في طريق ما لا نهاية. والله الشرقي بداية الموسم ما طلعنا مباراة كان فيها الجمهور راضي، ناس ما تشوف يعني، ممكن تقدر تقول مستوى سيء هالموسم، ينافس على الهبوط. بس إن شاء الله إن الموسم الجاي إن شاء الله هالموسم نجم من الهبوط، موسم الجاي إن شاء الله لهم كلمة الشرقي في الدوري. من الآخر اللي صار إنه خسر نقاط في البداية من أفريقيا، خلينا نقول اللي تحت أو المدانية، ويوم وصل حق الفرقه الحين مباراه اليوي كلها صعبه يعني. لعبت مع الخلدي، لعبت مع محرق، الحين مع الرفوع، بلعب مع المنامه، قاعد تلعب كلها مع الفرقه انت اللي قاعد تنافس، فحظك انت في الجدول صار هاللون في اخره. واذا بتي حق اخر شيء ترى انا ما خسرت لا من محرق ولا من الخلدي، استنزفت نقاط من البدايه مع الافرقه، خلينا نقول لنفس اللي في ترتيبي واللي انزل مني. فالحين انت في وضع، انت مو بوقت تقول انا مستواي مو مستواي، انت وقت تبي تشيل روحك من تحت يعني. وتبي بكون صريح معاك، انا بالنسبه لي اشوف انه بنلعب ملحق، بس صدقني ما بننزل، مستحيل ننزل، بنلعب ملحق بس ما بننزل. خلاص وقت التساهل انتهى. سترة والخالدية ينتظرون أغلى هدية، والمنامة أمره في يده، موعودين ببطل جديد، بس مين هو؟ في الجولتين الجايين بيتبين أكيد، وبيبقى هذا المختصر لكن نقطة في بحر.